السلام عليكم. ما هو قرار 645 الخاص بفتح البوكسات؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، هذا القرار هو نوع من انواع فتح البوكسات، لكن فتح البوكسات في قرار 645 بشروط. تم تقسيم هذه الشروط الى 5 حالات. الحالة الاولى قائمة نواقص الادوية، ودي قائمة بتصدرها هيئة الدواء المصرية كل 3 اشهر، بتحتوي على قائمة الادوية اللي ناقصة في السوق واللي هيئة الدواء بتسعى الى توفيرها في السوق المحلي. فمثلا لو القائمة دي بتحتوي على 1000 صنف، من حقك تفتح بوكسات اي صنف من ال1000 صنف دول، بشرط انك هتدفع 100,000 جنيه بدل 20,000 جنيه في 425. التسعيرة الجبرية للأدوية المسجلة طبقا للحالة الاولى هتكون زي السعر الجبري لاعلى مستحضر مسيب، بشرط ان يكون متداول في السوق المحلي. هندي مثال، لو المستحضر الاصيل ب 100 جنيه وأعلى مستحضر مثيل للمستحضر الأصيل ومتداول في السوق ب 65 جنيه حضرتك هتاخد 65 جنيه. إنما لو أعلى مثيل مش متداول وكان ب 80 جنيه فحضرتك هتاخد ال 65 جنيه بتاع أعلى مثيل متداول. الحالة الثانية خطوط الإنتاج النادرة، ودي بيسمحولك فيها بتسجيل أي مستحضرات يتم تصنيعها على أي من هذه الخطوط الإنتاج النادرة. يعني إيه خطوط إنتاج نادرة؟ دي خطوط الانتاج النادر تواجدها في جمهورية مصر العربية، زي عائلة البنيم الحقن، ترانسديرمال باتشز، الكوتيد بيلتس، الهرمونز، المونوباكتام. التسعيرة الجبرية لهذه المستحضرات بتكون 65% من سعر المستحضر الأصيل. يعني لو المستحضر الأصيل ب 1000 جنيه حضرتك هتاخد 650 جنيه. الحالة رقم 3، ودي خاصة بالمصانع المرخصة حديثا من 2009 حتى الآن. أما الحالة الرابعة فدي خاصة بالمصانع تحت الترخيص. وفي الحالة الثالثة والرابعة بيتم فتح البوكسات لمصانع الأدوية سواء كانت مرخصة حديثا أو مصانع تحت الترخيص لعدد 20 مستحضر يختاروهم براحتهم. أما الحالة الخامسة فدي بنسميها تصدير ربع الإنتاج، ودي من أهم حالات 425، واللي بيها تقدر تسجل أي دواء تحلم بيه طول حياتك، لكن في شرطين أساسيين. الشرط الأول انك تقدر تصدر ربع الانتاج. الشرط الثاني ليك بوكس واحد كل 6 شهور. اما بالنسبة للتسعيرة الجبرية للمستحضرات المسجلة على الحالة رقم 5 فبتكون 65% من سعر المستحضر الاصيل. يعني لو المستحضر الاصيل ب 1000 جنيه هتاخد 650 جنيه. وبالتالي اذا نظرنا الى الحالات الخمسة في قرار 645، وهي انك بتخش تسجل المستحضر وانت عارف السعر الجبري اللي هتاخده كام. غير ميزة تانية مهمة جدا، وهي ان كل البوكسات اللي بتسجلها على قرار 645 لا يتم اضافتهم على كارت التول، ولا يتم حسابهم ضمن ال20 مستحضر اللي بتسجله على كارت التول طبقا لقرار 425.